يعني تقدر تقول كده اجمالا احنا بنتابع طبعا لعبتنا المصريه المحترفه في الخارج من بدايه الموسم، من اول الموسم وكان الدنيا مظلمه، اول مره احس ان الدنيا نورت فجاه، ويعتبر الاسبوع ده اجمالا يعني مجمل للعيبه المصريه المحترفه في الخارج الاسبوع الافضل من بدايه الموسم لغايه النهارده. وتعالوا نتابع مشاركاتهم، مستويات ادائهم مع فرقهم اللي معظمها فازوا، يعني بعتقد باستثناء نونت بتاع مصطفى محمد كل اللاعبين المصريين فرقهم فازوا في مواجهات قويه، ابرزها طبعا تشيلسي في مواجهه ارسنال، النني ليفربول، صلاح في مواجهه توتنهام، وعمر مرموش فولفسبورغ في مواجهه بروسيا دورتموند. كلهم لقاءات صعبه ولقاءات قويه، ورغم كده فرق لاعبتنا المصريه قدرت تحسم المباريات دي لصالحها، والبدايه هتكون في انجلترا مع النجم المصري محمد صلاح. المباراة كانت طبعا ليفربول في مواجهة توتنهام، واحدة من لقاءات القمة، والمباراة دي شهدت تألق كبير جدا لصلاح، وكأنه تعود على التألق أمام الكبار. نفتكر الماتش اللي تألق فيه قبله على طول وكان حاسم وكان مؤثر وكان فعال، كان في مواجهة مان سيتي، أقوى فرق مش البطولة، أقوى فرق العالم في التوقيت الحالي، وكان صلاح مفتاح الفوز لليفربول على السيتي بهدف وحيد. كمان في مواجهة توتنهام المباراة انتهت بنتيجة 2-1 لصالح ليفربول، شارك صلاح لمدة 89 دقيقة وأحرز الهدفين لليفربول اللي ساهموا في حظ ثلاث نقاط. كان ليه ثلاث محاولات على المرمى، منهم اثنين اتسجلوا، واحدة بس فرصة وحيدة أهدرها. مالوش ولا مراوغة ناجحة على مدار المباراة وعلى مدار مشاركته، لمس الكرة 58 مرة ب 39 تمريرة بنسبة نجاح 82%، خسر الكرة 18 مرة، التحاماته الأرضية كان 7 كسب منهم 2، تقييم 7.7 درجة، والقيمة التسويقية 80 مليون يورو. وليفربول حاليا بيحتل المركز الثامن في جدول الترتيب، أحسن شوية من بدايات الفريق في البريمير ليج. النني والعودة، والعودة الحقيقة كانت في مباراة مهمة جدا في مواجهة تشيلسي الإنجليزي، ديربي لندن أو واحد من ديربيات لندن يعني، أرسنال في مواجهة تشيلسي، والمباراة انتهت بفوز أرسنال بنتيجة 1-0. صحيح شارك لمدة 9 دقائق لكن كانت مشاركته جيدة جدا، 4 تمريرات بنسبة دقة 75%، لمس الكرة 4 مرات، خسرها مرة وحيدة، تقييمه في التسع دقائق دول كان 6.5 درجة، والقيمة التسويقية للنني 9 مليون يورو. وارسنال حاليا بيحتل صداره ترتيب البريمير ليج، واحده من اقوى المفاجات. ارسنال كبير طبعا، كبير، واحد دايما من الفرق اللي مش ممكن تبعدها عن حسابات، لكن المواسم الاخيره ما كانتش تبشر ابدا انه ارتيتا هينجح بتشكيله الارسنال انه يوصل للصداره ويحافظ عليها في مواجهه كبار البريمير ليج. ارسنال في الصداره برصيد 34 نقطه. هروح لتركيا وتحديدا تريزيجيه. تريزيجيه يمكن لعب المباراه الاخيره واحرز او سجل فيها هدف، لكن المباراه كانت في مواجهه طبعا هو بيلعب في ترابزون سبور، وكانوا بيلعبوا امام كونيا سبور، والمباراه انتهت بنتيجه التعادل 2-2. تريزيجيه لعب المباراه بالكامل، شارك لمده 90 دقيقه واحرز هدف من الهدفين اللي احرزهم ترابزون سبور. كان ليه ثلاث محاولات على المرمى، 36 تمريره بنسبه نجاح 81%، خمس مراوغات نجح في ثلاثه منهم، خسر الكره 13 مره، في باسز واحده، تقييم 7.7 درجه، والقيمه التسويقيه لتريزيجيه وصلت ل 10 مليون يورو. وفريقه حاليا حامل اللقب طبعا، يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطه. كوكا، احمد حسن كوكا اللي شارك برده مع فريقه، وفريقه كسب الحقيقه، بيلعب مع ألانيا سبور، وشارك في المباراة الأخيرة اللي فاز فيها فريقه على سكاريا سبور بنتيجة 3-0. أحمد لعب المباراة بالكامل لمدة 90 دقيقة، وكان ليه ثلاث محاولات على المرمى، لمس الكرة 37 مرة، تمريراته 28 بنسبة دقة 82، كي باسز أو تمريرة مفتاحية وحيدة، التحامات هوائية 9 نجح في 3، خسر الكرة 7 مرات، تقييمه كان 6.9 درجة، والقيمة التسويقية لأحمد حسن كوكا وصلت ل 3 مليون يورو. وألانيا سبور فريق كوكا بيحتل حاليا المركز العاشر في الدوري التركي برصيد 16 نقطة. وهنسيب تركيا ونروح لألمانيا. عمر مرموش فولفسبورغ، وشارك الاسبوع ده في جوله من البوندسليغا عمر مرموش مع فريقه فولفسبورغ في مباراه انتهت بفوز فولفسبورغ على مين؟ على بروسيا دورتموند بنتيجه 2-0، ودي طبعا تعتبر مواجهه من العيار الثقيل. شارك لمده 58 دقيقه، لمس فيهم الكره
39 مرة، تمريراته كان عددها 20 بنسبة نجاح 70%، كرات الطولية 4 بنسبة نجاح 3%، كان ليه 3 محاولات على المرمى، 4 مراوغات نجح في 2 منهم، خسر الكرة 12 مرة وتقييمه في المباراة 6.8 درجة، والقيمة التسويقية المرموش وصلت ل 6 مليون يورو. فولفسبورغ بيحتل حاليا المركز الثامن برصيد 20 نقطة. فرنسا وتحديدا نونت الفرنسي، مصطفى محمد لاعبنا المصري المحترف في الليج 1 او في بطوله الدوري الفرنسي، وشارك برضه مع نونت، ولكن للاسف الشديد مباراه تلقى فيها نونت خساره امام فريق رامس بنتيجه 1-0. مصطفى شارك في المباراه دي 57 دقيقه، كان ليه محاولتين على المرمى، 3 مراوغات نجح في واحده منهم، لمس الكره 22 مره، 10 تمريرات بنسبة دقة 50%، التحامات أرضية 6 نجح في واحدة، التحامات هوائية 3 خسر الثلاث محاولات، خسر الكرة 10 مرات، قدر ينجح في أنه ينقذ فريقه من فرصة هدف، وتقييمه في المباراة 6.4 درجة، والقيمة التسويقية 6 مليون يورو، ونونت حاليا بيحتل المركز الـ 16 في الليج 1 برصيد 12 نقطة. دي كانت جولة مع لاعبتنا المحترفة.